حقيقة أنه بعد مرور 100 يوم على الحرب اتضح أنه الإرادة الإقليمية والدولية غير كافية لوقف الحرب وحتى للوصول للمساعدات الإنسانية. وأنت تعلم أنه في منبر جدة ظلت هنالك هدى توقع باستمرار لكن لا تتم تطبيقها بشكل فاعل في داخل الأرض وفي داخل السودان. ولذلك نحن نرى أنه لابد من حشد الإرادة الإقليمية والدولية وحشد إرادتنا الوطنية في المقام الأول. هذا هو السبب لوجودنا في القاهرة، ومن قبلها التقينا برؤساء دول وفي الإقليم، وسنسحب أيضا في جولات أخرى. الغرض الرئيسي هو نحن الآن وصلنا لتصور لحشد الإرادة الوطنية أولا ثم الإرادة الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في السودان.